نحن في هذه القاعة التاريخية لقاعة سينما صحارى وحيطة البرشت، واليوم تبرشت تعيش لحظات السعادة لحظات فقط أنا جد مصوب باش نكون هنا مع السيد الولي، السيد رئيس الجهة، السيدة السادة والوجوه اللي كنعرفوا الأصدقاء اللي حاضرين. أولا نهنيكم بهذا المشروع الكبير اللي هو مشروع ملكي اللي الحمد لله الآن كنشوفوا التنزيل ديالو على أرض الواقع. اليوم تم التدشين ديال هذه القاعه ديال السينما اللي كاينه في البي دي يو ديال الورش الملكي، يعني وحده من بعد الاخرى. شويه ديال الصبر لان كنعرف انه المدينه كلها مسوزه، ولكن الا بغينا شي مدينه ديالنا تكون في المستقبل يعني اللي هي في المستوى خصنا شويه ديال الصبر اونكور كيلكو موا ان شاء الله، وغادي تشوفونا انه المدينه غادي الوجه ديالها بفضل هذا البرنامج الملكي الكبير اللي كنشكرو صاحب ديالنا اللي عطى يعني عطاه واحد القيمه وعطاه واحد المكانه، واللي بفضل ديالو اليوم موجود هذا البرنامج على الميدان. مناسبه كذلك باش اولا هذا اليوم تاريخ سينما الصحراء، التاريخ ديالنا جميعا، طلبش التاريخ ديالنا جميعا، جات من بعد السجاده كثير. اليوم اعاده الاحياء التراث الثقافي، اعاده يعني الاحياء ديال الثقافه ديالنا هنا في المدينه ديال اكادير. وكنشوف واحد العدد ديال لي اسوسياسيون، احنا شفنا الان اسوسياسيون ديال مات واحد مهرجان اللي هو كبير واللي عندها مهرجانات، يعني وغادي نحاولوا باش نليبريو لي زينيرجي انه اللي بغى يشتغل في هادشي ديال الثقافه وبغى يتعاون فالجهه باسم السي شانكلي ولا يعني البلديه ديال اكادير الجماعه ديال اكادير فهي مستعده ان شاء الله باش تواكبوا، لان بغينا باش الثقافة يعني تقرب المواطنين وأحسن لي ميور زاكسيون اللي كاينين هما بحال هادو اللي جينا في وسط ديال طلبوشت، وكاين لي زاكسيون لا بوبيلاسيون. نشكركم جميعا.